بسم الله الرحمن الرحيم. الرسول صلى الله عليه وسلم دلنا على أن ماء الكمأ علاج للعين، واليوم إن شاء الله نبي نطبق حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. سحبنا قبل شوي، والآن مثل ما تشوفون هذه سماي جديدة، وتشوفون الماء ممكن نبين بالصورة، نحاول نسحب زيادة. هذا هو ماء الكمأة، أو الكمأة من المن، وماؤها شفاء للعين، أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. راح نطبق على أبو يوسف. بسم الله. ننصح الجميع باستغلال الوقت مدام الفقع موجود، طريقة سهلة، مرت عدة مقاطع بالشيء هذا. الله يشفي مرضى المسلمين، محبكم أبو مازن الشمري.